المزيد معنا من الدوحة موفد العربية إلى هناك ليث بزاري، أهلا بك ليث. الأجواء ميسون، الأجواء من أمام ملعب لوسيل هنا الذي ستقام فيه المباراة بين الأرجنتين وهولندا بعد قليل، ولكن قبل قليل الهتافات ميسي نيمار This way كانت الهتافات. ولكن كما حكينا في نشاط سابق ميسون، المونديال غريب هذا العام، والمشجعين كذلك ليسوا أرجنتينيون ولا هولنديون بل من النرويج أتوا إلى هنا. Where are you from, Norway? From which area? We are from Norway. Yes, but from which area? From the north? From the north. أتوا من شمال النرويج. تخيلي ميسون. Why are you supporting Argentina? Been there? Or you like the team? Why? لماذا تشجعون المنتخب الأرجنتيني؟ هل عشتوا قبل ذلك هناك؟ We are supporting Argentina because me and my brother, we lived there for 4 years. And also because they have the greatest player to ever play the game, Lionel Messi. And we want to be here and support him. And we want Argentina to win. Yeah. هم عاشوا طبعا في الأرجنتين 4 سنوات، هو وأخيه الذي نشاهد على يساري، وكذلك يعني يقولون هو منتخب قوي وعليه أن يفوز، يأمل ذلك. طيب how are you, when did you arrive and how are you supporting what you do when you are here in Doha for the match for the Argentina team? We arrived yesterday in Dubai and we came here this night just to watch the game, and tomorrow we're going back again to Dubai and taking a vacation in Dubai, and maybe we come back for the finals. If they win, yeah, okay. Or we will come back for the finals. هم جاءوا ليلة أمس إلى دبي، ومن ثم استقلوا طائرة للقدوم لحضور هذه المباراة التي ستقام في لوسيل الخلفي، وبعد ذلك سوف يذهبون ويعودون الليلة إلى دبي، وسوف يعودون مرة أخرى في حال فاز المنتخب الأرجنتيني في هذه المباراة وتأهل للنهائي. طب شكرا لك. يعني انتم من هولندا، تعال انتم من مشجعين هولندا. شوف ارجنتينا نو مور. انت من وين؟ من وين؟ من الامارات. من الامارات. اي نعم. انت برضه من مشجع المنتخب الهولندي ولا بس اليوم؟ لا لا لا، اول ذا واي 20 years back مشجع هولندي. ليه؟ من ايام فان باسن. خلاص مشجع هولندي، واليوم ان شاء الله today it will be your end. Sorry to say, you will follow. We'll see. Messi will score. We will say Messi وينه؟ كسرنا عينه. هاي الأجواء. نعم ميسون، كما تشاهدين يعني الأجواء حميمية كثير. شفنا مشاهدين من بلدان مختلفة، ليس فقط من البرازيل أو من الأرجنتين أو من بلاد أخرى، كثير شفنا عرب يرتدون الزي أو الألوان الأزرق والأبيض، هون طبعا لابسين بس بروح عربي يا ليث. نعم، you know this dress, you know what is the story of this, the history of this dress. No, إذا بعرف تاريخ هذا. No, we don't. But we were going into a shop and thought we were going to buy some regular Argentina T-shirts. Then we saw this one and we were like, Arabian style, right? We need to buy this. Then we went out of the shop and I think maybe we took like 500 photos. People came from everywhere, and I think it was the best idea ever. And I'm very confident that we are gonna win tonight. Okay. And go how all the way to the final. How much, like the score you think will be? I don't know. Maybe not so much. Maybe 5-0 or 5-0. كتير متواضع. يتوقع أن يكون النتيجة 5-0. 2-0. Messi will score one, and I don't know who will score the second one, but. هو بيقول أكيد ميسي رح يسجل هدف، وسوف نشاهد من سيسجل الهدف الآخر. بس بالبداية كان متواضع كثير، قال لي 5-0 يا ميسون. على كل حال نحن موجودين. Thank you very much. نحن you. معكم Thank هنا you. وسنتابع Thank هذه you. المباراة من خلفي التي ستقام في ملعب اللوسيل هنا شمال شمال الدوحة، وستكون طبعا الأجواء أكيد المنتخب أو مشجعين منتخب الأرجنتيني أكثر بكثير من الأورنج البرتقالي الهولندي، والجميع يعني إذا شاهدنا في عمق الصورة نشاهد الكثير الذين يقومون بالدخول بالتو إلى داخل الملعب، ومن ثم سوف تكون يعني أكيد المباراة أكثر حميمية في الداخل، وسوف نستمع إلى الأصوات بشكل كبير والهتافات. حتى عندما سجل ميسون، تخيلي لما فازت كرواتيا على البرازيل قبل قليل، كانت هناك التصفيق والصراخ والهتاف في هذه المنطقة من قبل ميسي. دونت جيت ات ستيل
Where are you from? I am from Ireland. هاي هذا كله نحكي فيه من مشجع ايرلندي, هو ايرلندي ولكن مشجع للمنتخب الارجنتيني. هذه الاجواء طبعا راح يكون نتابع معكم اكيد نعم. خلال النشره او النشرات القادمه هذه المباراه وكيف ستكون النتيجه كمان نعم. مره المونديال هذا العام مختلف عن الاعوام. صحيح. من طبعا الدوحه كان معنا موفد العربيه ليث بزاري, شكرا جزيلا لك.